الفرح في أحلى من الأطفال وعالم واللي كله براءة. كله براءة وشقاوة كمان. أكيد لا من ابنك بتعرفي هذا الشيء. أكيد سالي، وعالم عن جد كتير مميز، يعني بيعطينا حياة تانية، روح تانية، بتحسي الحياة كلها بتتغير وبتختلف. أكيد وبتصير أحلى بعين الكل. فمحطتنا التالية مع عالم الطفولة، أسرار بيمتلئ فيها هذا العالم بين البراءة العفوية والابتسامة الساحرة اللي بتخلينا نتقبل كل شيء منهم. لكن لأي درجة فينا نتحمل ونتقبل أطفالنا؟ أكيد بعيد عن توقعات الأهل، رح نتعرف عليها أكيد مع أخصائية ممكن أكيد تحكي لنا. أكيد سالي، لأنه دائما في مقولة بتقول أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة. لأي درجة نحن عم نعطي أطفالنا هي الفرصة أو منخليهم أسرى لتوقعاتنا، سواء بالحياة الدراسية أو العملية أو في أي قرار لدى أي مفترق طريق يواجه الأهل والأبناء. ومع اقتراب امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، طبعا أسئلة كثيرة منا نطرحها على الاختصاصية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباحك. يسعد صباحك رندا، صباح طولة البال يلي دائما مو بس للأهل، حتى للمربين اللي مثلك أيضا وبيتعاملوا مع شريحة معينة من الأطفال. حكينا في براءة كثير، في عفوية كثير، ولكن أحيانا ممكن انه هن عم يتعاملوا بشكل عفوي بس ما عاد تقدري تتحملي او الاهل ما عاد يقدروا يتحملوا. خلينا نحكي قديش لاي حد نحن فينا نكون هيك شوي متوازنين بتعاملنا مع اي شريحه من هدول الشرائح، سواء كان صبي او بنت. تماما. هلا دائما في اختلافات، مثل ما ذكرتي، صبي، بنت، فرق عمر، فرق خبرات، فرق مهارات، حتى فرق امكانيات. بالمقابل هذا متواجد كمان عند الأهل، كمان مو كل الأهل بيتشابهوا بكتير أشياء. لهيك نحن لازم دائما نكون توقعاتنا من أبنائنا توازي تماما إمكانياتهم، توازي تماما نحن شو عم نقدم لهم فرص. ما بيصير نحن نطلب منهم توقعات كتير كبيرة أو نتائج كتير كبيرة ونحن ما عم نقدم لهم هذا الدعم، أو هن ما عندهم هاي الإمكانيات، أو نقارنهم بأشخاص، أو نقارنهم بحالنا مثل ما كل الأهل، إنه وقت كنت بعمرك أنا كنت أقدر أعمل هيك. طيب عالشمع كنا ندرس. تماما هي الألفاظ كتير أساسية، إنه نحن ما بيصير نحبط حالنا أولا وبعدين ننقل إحباطنا لطفلنا، إنه عم بيحس إنه شو ما نعمل ما عم بيكون يواكب أو يجاري التوقعات أو آمالنا نحن كأهل من ناحيته. نعم. كمان رندا منشوف انه كثير من الاهالي بيشوفوا ان توقعاتهم مبرره او مشروعه، يعني اشرتي لنقطه كثير مهمه رندا، انه هن ما عم يقدموا لهم هي الفرص او المساعده او خلينا نقول الدعم حتى، لكن في اهل بيعملوا اللي عليهم وزياده، لكن ايضا ما بيلاقوا نفس النتيجه او نفس المستوى. بهي الحاله شو ممكن يعملوا الاهل بدون ما كمان ياخذوا اولادهم للاحباط؟ تماما. هلا نحن بنبدا من عمر صغير، لهيك نحن بنركز كثير على الفتره الاولى من تربايتنا للطفل، من اول ما بيخلق للخمس ست سنين. متى ما كنا نحن عطيناه الاستراتيجيات الاساسيه ونحن كمان تعودنا عليها بتعاملنا معه، اللي هي مثلا كيف يعزز حاله، كيف يقاوم الاحباط، كيف يستخدم ألفاظ معينة يكافئ حاله فيها ليتشجع إذا وقع بمطب معين، كيف يتجاوزه، كيف يرجع يبدأ من أول وجديد، ثقته بنفسه، في جانب كتير أساسي الأهل بيغفلوا عنه ونحن كتير منركز عليه بالمرحلة الأولى من العمر، أنه ما تخلوا تكون طفلكم اعتمادي عليكم. ما بيصير أنا أقدم له كل شيء، ما بيصير إذا وقع فورا شيله، لا، ما عليه، خليه ياخذ الخطوات الأولى وخليه يفكر بهي المشكلة البسيطة اللي هي أنه كيف يقدر يقوم لحاله ويمشي ويبدأ من جديد. هذا كله حيكون تراكمي وحيكون خبرات متراكمة مع المدى البعيد وبينقلها لخبرات جديدة، وحتى بتوصل للدرس، بتوصل للمهارات الثانية، لعلاقاته الاجتماعية. في جانب كتير أساسي أنه أنا كمان أو بكون كتير حاميته، أو بكون أنه أوكي بتلاقي في نمط من الأهل أنه يلا ما علي خليه. فكمان هذا الضغط اللي بيحس حاله أنه أنا عم ينطلب مني مثلا أكتب
وأنا لساتني عضلات إيدي ما لهم قوايا بالدرجة الكافية، ما عطوني معجون العفي ليخلوني أكتب سطرين. فهي بتشابه هي، فبس نحن بنبدأ بأشياء بسيطة وعملية وأفكار ملموسة، بس هنا الأهل بيقولوا إنه أنا متوقعة منه إنه يكتب، ليه ما عم يكتب؟ طيب رجعتي خطوة لورا لاحظتي إنه أنت ما قدمتي له مهارات تانية، ما خليتي يعتمد على حاله بمشي معين، برمي طابة معينة، كنتي حاميتي زيادة أو كنتي هاملتي زيادة. فهذا كله بيندرج تحت توقعاتنا أو تحت نحن شو عم نقدم لطفلنا. في جانب تاني كتير كمان مهم هو إمكانيات الطفل. أنا ممكن كتير يكون عندي أخين يمكن يكونوا توأم، ولكن طفل عنده إمكانيات ومهارات والطفل التاني لا، مو كل هالقد إمكانياته. فنحن ما بصير نقارنهم ببعضهم، دائما مقارنة الطفل بنفسه وبتطور نفسه. نعم. لا فيني أنا وقت كنت بعمره ولا بأخو التوأم ولا برفيقه ولا حتى هلأ اللي دارج كتير أنا مثلا بيكون طالع برنامج أطفال مواهب مثلا، فأنه شوف من عمرك وبيغني. طيب اوكي انت صوتك مو حلو، طيب والصوت الحلو وراثة يعني انه أكيد. طيب انت ما عطيتني هاي الامكانيات لانه اتشجعه. نوهتي لنقطه كتير كتير مهمه، دائما الاهل بطبعهم او بالغريزة انه بيتمنوا لاطفالهم واولادهم يكونوا احسن عالم بالدنيا أكيد. فيمكن هذا الشيء بيعكس على تصرفاتهم لغير احيانا مدروسه بتكون، معلش خلينا نحكي بصراحه، مثل انه تعلم من رفيقك. هي كلمه تعلم من رفيقك هي ما تشجيع ولا هي تحفيز لانه الطفل يتعلم، بالعكس احيانا بيفوت على الغرفه بينزوي وممكن يحط براسه افكار ويتعلم الأشياء تماماً. قديش مهم إنه الأهل بيخافوا بيحبوا، بس يكون شوي بعقل بتوازن، بطرح أي فكرة أمام الطفل، مو رفيقك تكون مثله، لا أنت بتقدر تكون مثله ولكن في خطوات معينة بدك تتبعها. تفضل. دائماً لما نستخدم المفردات إنه أنا ما فيني مثلاً له لا بتقدر، فيني له بجرب، لأنه يمكن ما يكون عنده هاي الإمكانية لحتى يقدر عليها. فيني أنا مثلاً وقت بختار ألفاظ معينة مع ابني ما قارنه مع حدا، لما حطه بأنشطة متنوعة بفترات وما أقطع له إياها، يعني أنه خلص أنت عندك شهادة هلأ فاترك للرياضة. طيب هو لازم يكون عنده هذا الشعور بالإنجاز لحتى أن واجه شوية إحباطات بدرسه يكون أدى ويقدر يتجاوزها. دائما نحن توقعاتنا دائما هي بتاخذ اتجاهين، او توقعات عاليه فانا بتوقع من ابني انه يكون رائع بكل شيء، او منخفضه دائما انا بقلل من قيمه انجازاته انه لا ما راح تقدر تعمل هيك، لا ما عليه انت لساك صغير، او لا اللي من قدك لسه ما عملوا. فهذا التوازن اللي بالمفردات كيف انا بستخدمها بدراستي بشكل بسيط شو ممكن أقدم لابني، قدي أنا مقدمت له مهارات. نحن دائما للأسف مجتمعنا بيتجه للعلامة 10 من 10، أنه خلص أنت بتجيب 10 من 10 فمعناتها أنت خلص شاطر وذكي والحياة كلها قدامك. لا، نحن تعليمنا تماما بيعتمد على الذاكرة ما بيعتمد على درجة الذكاء. لهيك أنا الذكاء نحن مختلف بيننا كأشخاص وفينا نطوره، هو دائما خامة نورتها من أهلنا، ونحن بقى الحياة بتطورها، وأنا كطفل ما فيني أطور ذكائي إذا ما ساعدتني ماما وبابا. لهيك دائما المهارات الغير الدرس، أنا قبل ما أعلمه القراية والكتابة خليني أعلمه كيف يكون شجاع، أعلمه كيف يكون تقديره لنفسه عالي، أعلمه أنه أنا إذا ما كنت إمكانياتي أو عندي فروق فردية معينة أنه أنا أضعف من غيري بالعلم، فأنا ممكن برياضة أكون كتير متميز، ممكن بالموسيقى أكون كتير متميز، ممكن يكون بعلاقاتي الاجتماعية كتير متميز. حاول دائما سلط ضوء بحياة ابني على النقطة اللي هو بيتميز فيها وهو اللي بعلي له ذكائه فيها، لحتى خلي نقاط قوته هي اللي تعلي لي نقاط الضعف اللي عنده. مو كل شيء بالحياة 10 من 10، أكيد ما في شخص كامل منا نحن ولا لأطفالنا. أكيد حكينا عن موضوع كتير مهم هو موضوع المقارنة، قديش هو بيعكس شيء سلبي على الطفل وأيضا على الأهل، إنه دائما
دائما بحتم من توقعاتهم خلينا نقول، لكن خلينا نحكي بطريقه ايجابيه، لما نحن بندمج الطفل يمكن بتكون مهاراته شوي اقل من الاطفال الموجودين معهم، لكن بعمليه الدمج ممكن هو يتعلم منهم ويكتسب منهم، خاصه انه كلياتنا بنعرف قد ايه الطفل بيتاثر كثير بشكل كثير كبير. تماماً، هي التقليد هي الخطوات الأولى أو المؤشرات الأولى اللي بتقلنا أنه الطفل بلش يتعلم. كيف أنا بدي حطه ببيئة مناسبة؟ أنا بقول لهم هذا الشيء بيجي بالتدريج. أنا عندي طفل مثلاً مهاراته أنا خليني حأعطيها رقم، لأعطيكم مثال مثلاً 2 من 10، ما بحطه جنب طفل مهاراته 9 من 10، بحطه جنب طفل مهاراته 3 أو 4. فهذا الشيء حيعطيه التطور أنه أنا حقدر أقلد، لأنه أنا كطفل رح أقلد رفيقي، ولكن لما رح أقلده بشيء الإيجابي ولاقيه صعب علي حأتجه لقلده بالأشياء السلبية اللي هي بكل سهولة نحن كلنا فينا نتعلمها ونمارسها. لهيك دائما أنا بحاول، ومو بكل المجالات، دائما نحن كأشخاص في عنا مجالات بنبرع فيها ومجالات لا بدنا شوي ندعم فيها، دائما أنا بحطه بالمجال اللي بيوازي الطفل، إنه ممكن هو مثلا طفل كتير بيحكي طريقة حكيه ظريفة مخارج حروفه مناسبة، وعندي طفل تاني مثلا لسه عنده مشاكل مخارج الحروف أو ما بيلفظ منيح، فأنا ما بحط اللي كتير حكيه منيح وسابق عمره مع طفل لسه عنده مشاكل متأخر بالعمر، لا بحطه مع طفل أحسن شوي بدرجة بسيطة لحتى يقدر يتشجع ويحكي، لأنه إذا ما تشجع وحكى وحطيته مع اللي كتير حكيه سابق عمره رح يتجه لأنه يقلده مثلا إذا كان بيكب أشياء على الأرض أو أنه مثلا بيضرب رفيقه. تماما، لأنه هي أسهل سلوك تعلمه من السلوك الثاني اللي أنا هو سابق عمري وإمكانياتي، وبقيس عليها كل شيء حتى بالحركة. ما فيني الطفل مثلا ما كتير متوازن بمشيته أو بيوقع مع طفل كتير حرك وكتير مهاراته الحركية عالية، لأنه حيضروا بعض، هاد حيوقع هاد، هذا حيحس حاله أنه مو قدراني أنجز، حيحبط وحينسحب أو حيكون عدواني، ونحن بدنا نتجنب هذا السلوكين. في شيء تاني أنه نحن كأشخاص كبالغين كمان منقارن حالنا بأشخاص تانين، كمان هي مهارة مكتسبة على عمر صغير. لما أنا بقارن شخص مثلا أنا صوتي مو حلو وبدي روح أنه أزعل أنه ليه رفيقتي صوتها حلو مثلا، فهي كمان مهارة نحن على عمر صغير بنكتسبها، بتقول أنه معقول ياخد يصغر عقله بهيك فكرة أو بهذا الجانب. هو تماما من عمر بكير نحن دائما خلينا نعرف حجم إنجازاتنا تماماً. وإمكانياتنا، وهذا بناخده من الأهل لما يكونوا توقعاتهم مناسبة لإمكانياتنا. قدي حلو رندا أنه يكون في حوار بين الأهل والأبناء، وقت مثلا البنت خلينا نقول تجد إلى لأمها رفيقتي عندها هيك، تقول لها أما بس أنت عندك شيء تاني، فالله بيعطي لحدا شيء وبيعطي لحدا تاني شيء تاني، فقديش مهم أيضا التوازن بالتعامل مع الفتاة أو مع الشاب بهيدي الطريقة، أنه الله عطاها يمكن صوت حلو بس أنت أعطاك كمان عيون حلوين، هي عطاها شيء ببيتها كمان، يعني في هذا الحديث قديش مهم، لأنه ما في إنسان بيخلق كامل أو موفر له كل شيء. أيضا البيئة اللي عايش فيها بتلعب دور كتير كبير، ممكن الأوضاع المادية للأهل تكون فارقة عن الأهل التانين، وكتير منشوفها بالمدارس أنه أنا رفيقتي عندها آيباد أنا بدي آيباد، قديش مهم يكون في هيك هيدا اللغة السلسة لنقدر من جوا نفوت للطفل ونقنعه. هلأ في فكرة أنه هذا منين بيطلع المنشأ الأساسي تبعه، رح تستغربي شوي، لما أنا بكون متوقع من ابني يجيب 10 من 10، فهو مثلاً ما له شاطر بالرياضيات وأنا متوقع أنه يجيب 10، فأنا لما بدي أجي لعند هذا الطفل هو جايب مثلاً 8، فهو كيف بده يقلي أنه أنا عندي العلامتين مع أنه 8 تعتبر علامة جيدة، فهو رح يخترع كذبة أو رح يخترع مبرر رح أدرجه تحت الكذب.
عملت هاي الفجوة بيني وبينه، بلشت هالفجوة تتوسع على الأشياء الثانية، ما عاد يقدر صار يكون صريح معي أو يقول لي إنه أنا طيب نسيته مثلاً، أو أنا ما كنت ملحق أدرسه، أو شردت، أو رفقاتي طلعوا على البريك فأنا ما جاوبت عليه وطلعت لأنه بدي لحق. فهاي هذا الحوار البسيط اللي بينشأ من المراحل الابتدائية بالدرس هي رح تعمل هاي الثقة وتعمل هذا الحوار مع ابننا، لأنه نحن كلياتنا بنواجه هذا الموضوع مع ابنائنا. يعني حتى ما قلك إنه نخترع حوار بموضوع تاني خارجي، دائما ما أجي فاتشو إنه وين رح الربع؟ وين راح النص؟ هذا كله بيعطي انه بخليه متوتر، خليه قلقان، خليه دائما يخاف يراقب لي نظره معينه انه ايه هلا حتجي تسالني وين راحت علامتي، بصير يحضر الجواب تماما. بصير هو وقاعد بامتحانه عم بيحضر لانه ما عاد ثقته بنفسه، صار هو همه مو يجيب العشره، همه كيف يبرر النقص النص علامه اللي بدها تروح له، فحتروح له. لهيك نحن خلينا ننشأ هاي صيغة الحوار من هذا الشيء اليومي اللي هي السبر الأسبوعي، الامتحان، المذاكرة. هذا خليني أنا أنشأ هاي لغة الحوار البسيطة الواضحة اللي أوكي معلي اليوم هاي العلامة 8، بتمنى كتير أنه أنت بتستاهل تكون علامتك أحسن، أنت كتير ذكي وشاطر، حنجرب نشوف إذا في شيء مفهمانه خلينا نحن أنا وياك نلاقي حل أو اشرح لك يا أو أعطيك تمرين، أو يعني دائماً أعطيه هاي الحلول وأعطيه هاي الأشياء اللي هي إيجابية اللي هي بحياته حيقيسها بالحياة مناحي التانية، ما حتكون بس بالعلم وبمادات الرياضيات. أكيد كمان في موضوع الثقة المتبادلة اللي كله هذا اللي حكينا بينطوي تحت هذا الموضوع، لما فعلاً الولد أو البنت بتآمن إيمان مطلق بأهلها، بأمها، خلينا نقول بمعلمتها، بشخص كتير محدد ومسؤول عنها، قدي هذا الشيء له نتائج إيجابية إن كان بالدعم النفسي إن كان بتطوير مهاراتها كمان. هذا موضوع كتير مهم، بيندرج تحت التوازن، أنه أنا كشخص مثال لطفل معين لازم حقق هذا التوازن. في كلمة قلتي أنه أنا ما بيصير يكون قلتي أنه يكون في شيء مطلق، فنحن دائما لازم انشئ التوازن عند الطفل أنه ما في شيء مطلق بعلاقتك مع أمك أو مع أبوك أو مع المربي اللي أنت تحت إشرافه. دائما الطفل تحديدا بيكون عنده أيدول دائما بالحياة، تماماً شخص تماما، هذا الشيء كتير صح. وبعلمه أنه ما يكون شيء مطلق أو بس أنا، يعني بالعكس لازم يكون هذا الشيء كتير متوازن، كتير بيعتمد على طريقة العلاقة كيف مبنية، كيف أنا كطفل لما بكون أنا مرشد له كيف بكون مثالي قدامه، ولكن بناقشه بعطيه أنه أنا صار معي هذا الموقف كيف أنا بدي أتصرف فيه، لو كنت أنت بدالي شو رح تعمل. فأنا هيك بعطيه مفاتيح أنه هو يكون هذا الشيء المطلق كتير متوازن، يقدر يبني هاي الجذور التواصل مو بس معي، يقدر يبنيها مع أشخاص آخرين ولكن بثقة بدون تهور، ما يكون هذا الشيء كتير كمان أنه أنا وين ما كنت فأنا خلص عجبني مثلا هذا الشخص أو بيشبه شخص تاني أنا ثقة، فأنا خلص بعطيه ثقتي بدون دراسة. فهذا الشيء اللي أنا بركز عليه أنه دائما يكون موضوع الثقة بين الراشد والطفل يكون متوازن وراجع لمحاكمة أنا علمها لطفلي كيف ينشأ عنده. تماما رندا، يعني عقد معينة ملاحظة بكتير أطفال يمكن أنتم كمدرسات بتشوفوها بالمدرسة هي معنى زنبون، هي بتكون نتيجة ظروف معينة عايشينها بالبيت، الطفل عايشة بالبيت مثل أنه عنده عقدة من مادة معينة، بهيدا المادة بتحسي تكركب للطفل رغم أنه عم يدرسها وعم يعمل جهده فيها هو ما عم يجيب نتيجة فيها. مثل أنا كنت أكره الرياضيات من كتر ما كانت أمي تزن فوق راسي أنه انت علامتك سيئة في الرياضيات، كرهتها وفتت أدبي لأني كرهتها للرياضيات. فقديش مهم الأهل ما يعملوا عقدة من أي مادة معينة لأولادهم، خلاص انت لا الرياضيات حلوة ممكن تأخذها بطريقة تانية، مع أنا لساتني بكره الرياضيات. هحكي لك عن تجربة شخصية، أنا بالمرحلة الابتدائية كنت أكره كتير مادة التاريخ، وبنفس الوقت كنت كتير مميزة بالرسم والفنون هيك، فكان قاسة المادة كانت تطلب مني أرسم شخصيات التاريخية وأكتب تحت الدرس،
فأنا بهي السنة كان دائما علاماتي بس بهي السنة كانت علامتي بالتاريخ عالية. لهيك بدي أقول لك إنه هذا بيرجع للتكنيك اللي أنا بستخدمه مع الطفل. صحيح. كيف ولهلأ أنا بذكرها، لهلأ عندي دفتر الرسومات اللي أنا راسمتها. حببتك تماما، فهي ربطت شيء مثل ما قلنا نقطة القوة عندي اللي هي الرسم واللي أنا بحبه بنقطة الضعف عندي اللي هي مثلا مادة التاريخ، فهي عملت لي هذا التوازن وخلتني أقضي وقت أكثر أنا بدراسة مادة أو لأطلع عليها أو أعرف هالشخصية اللي رسمتها شو خلفياتها، شو كان عندها إنجازات، شو كانت عندها أحباطات. فهذا التوازن اللي بيحققه المدرس مع طالبه، أنا بقول الجهد الأكبر بيجي على المدرس المادة كلياتنا. تماما كلياتنا بنقول إنه أنا صرت أحب هاي المادة لأنها المس لطيفة أو بتساعدني فيها أو بتشرحها بطريقة محببة. هلأ في نظم تعليمية كتير حديثة كان إذا حب المدرس فرح إذا حب المادة بحب المادة خلاص. أي تماما هو هذا اللي بيصير دائما. طريقة التعليم التفاعلية تعتمد على اللعب بالأعمار الصغيرة، بالأعمار الكبيرة بتعتمد على شيء تنافسي، المراحل لما بتعتمد على أعطي أنا الشاب أو الصبية هو الموضوع البحث يبحث عنه أو يجيب لي بالمعلومات اللي أنا ليش لا يكون أنا بس عم يكون هو بس ملقن وأنا بس عم بعطيه المادة بتلقى أنا مني بشكل روتيني، لا خلي يكون شيء تفاعلي، هو يبحث عن المعلومة هو يجيبها، هذا كله بيعلي الإنجاز قد ما كان الطفل والشاب الصبية إمكانياته منخفضة. شو بتحبي توجهي اليوم رسالة إن كان للأهل إن كان حتى لجميع المدرسين بطريقة تعاملهم مع الأطفال؟ هلا أول شيء كأهل من موضوعنا لليوم، دائما خليني أنا أدرس شو إمكانياتي وتوقعاتي قبل ما أطلبها من الطفل، لأنه أغلب إمكانيات وإنجازات الطفل هي جزء كبير منها من البيئة اللي أنا أتحت له إياها ومن الأشياء اللي أنا مورسته إياها. فلازم يكون في توازن، ما قارنه بحدا تاني، ما قارنه بأنا كيف كنت لأنه بيئتي وإمكانيات اللي أنا كنت فيها غير إمكانياته وبيئته وشو مطلوب منه حاليا، ما قارنه لا بإخواته لا برفقاته لا بولاد خالاته. بالنسبة للمدرسين دائما خليني أنا أعتمد المادة العلمية إلى جانب تنمية المهارات الثانية، وهلأ كلنا عم نتجه بهذا التوجه نطور المهارة الحركية الاجتماعية اللغوية، مو بس أنا أعطي مادة علمية جافة وخلص، لا يكون في شيء تفاعلي وشيء من حياة الطفل اللي هو بيعيشها. نعم رندا، يعني مواضيع حساسة مهمة كتير للمدى البعيد، بناء الأطفال هو بناء جيل لا المستقبل، هذا الجيل الغد اللي نحن معولين عليه أكيد إن شاء الله يا رب هيك يكون صحيح فكريا قبل جسديا، فكريا وصحة الجسم من صحة العقل والعكس صحيح. نتشكر وجودك معنا على المعلومات اللي قدمتيها رندا، وأيضا موفقة بمسيرتك التربوية اللي ما بتقل 1% عن أي أم بالمنزل. شكرا كثير. شكرا لك رندا، يعني سالي ما خلتنا نحكي شيء عن جد، إنه يمكن اختصرت كل الحكي اللي نحن قادرين نقول لك يا شكرا لك، شكرا لجهودك ولكل الأهل اللي حطوا ثقتهم فيكي. شكرا لكم.